أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. شكك متخصصون بإعلان وزارة الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بعد أن بلغ الإنتاج 4 ملايين طن. وأكد المختصون أن استهلاك العراق من القمح يتجاوز الإنتاج المحلي، مستندين في ذلك إلى أن العراق لم يحظر استيراد القمح حتى الآن، أسوة بمنتجات أخرى حظر استيرادها بعد تحقيق اكتفاء منها مثل البيض والسمك والدجاج. يذكر أن العراق استورد خلال العام الماضي فقط من الولايات المتحدة ودول أخرى أبرزها كندا وأستراليا أكثر من 2 مليون طن من القمح. حمل مجلس محافظة بغداد مسؤولية إيقاف تنفيذ المشاريع الخدمية في بغداد إلى وزارة المالية، وقال عضو المجلس جسوم الأزرجاوي إن وزارة المالية لم ترسل سوى الأموال التشغيلية ومصروفات بناء 145 مدرسة فقط، لافتا إلى أن المالية تتحمل مسؤولية إيقاف تنفيذ المشاريع الخدمية لعدم إرسالها أموال المشاريع لعام 2019. وأضافت أن مجلس المحافظة أرسل خططه لوزارة التخطيط وقامت الأخيرة بإرسال المشاريع لوزارة المالية إلا أنها لم تستجب لها. ذكرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي أنه تم التباحث مع الحكومة العراقية لاستيراد 10,000 برميل نفط يومياً. وأضافت وزيرة الطاقة الأردنية أن عملية الاستيراد ستكون من محطة كركوك شمالي العراق، وستتوجه إلى مصفات البترول الأردنية خلال أسبوعين. وأفادت الوزيرة الأردنية بأن الأردن في المراحل النهائية لنقل النفط بواسطة الصهاريج. أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.05% متوقفا عند 480.9 نقطة. وسجل مؤشر البورصة ارتفاع أسهم 10 شركات وانخفاض أسهم 13 شركة أخرى، فيما حافظت 9 شركات على أسعار أسهمها. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 1,600,000 سهم بقيمة زادت على 842 دينارا عراقيا، حصلت من إبرام 467 صفقة شملت 32 شركة مساهمة. أكدت هيئة المنافذ الحدودية ضبط سيارتين دون الموديل في محطة بوابة البصرة بميناء أم قصر الشمالي. وأضافت الهيئة أن السيارتين المضبوطتين من نوع تويوتا وهيدون الموديل بحسب تعليمات وزارة التجارة المعممة على المنافذ الحدودية. يذكر أن ظاهرة تهريب السيارات قد زادت بشكل لافت خلال الفترة الماضية، لاسيما من المنافذ الحدودية الجنوبية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. ختام تقرير الاقتصادي، دمتم خير وإلى اللقاء.